اوكي اليوم غادي نعطيو شويه الحق الناس ديال الكريبتو مساكن نسيناهم شحال واحد تيسولني امير تشي داكشي الكريبتو شنو غادي نديرو ما غنطولش عليكم بزاف ندوزو ليكرون نيشان اول حاجه غادي نبداو بها هي الاناليز ديال البيتكوين اللي كنا درنا البارح غادي نكملوها وليت نسدو الفم لشي وحدين اللي تيقول لك غير تخربيق تعرف تاناليزي ما تعرف المهم مزيان نشوفو هادشي تيقول لك اناليز الله يحسن العوان مي غادي تشوفو داك لي اناليز الله يحسن العوان هما اللي كيديونا الدوا وبيت اوكي بسم الله توكلنا على الله هادي فيت في كنا نتخيديو لو جولد بارطاجيت معكم في انستغرام لي بينيفيت اللي عاد كنا درنا 3000 دولار في هذا النهار لو 30 كانت واحد التخلاء واعره اللي متبين في انستغرام راه شاف هادشي لو سينيور حنا في لو جروب ديال اي ار ممكن تلقاوه في صندوق الوصف اوكي هذا ماشي موضوعنا نمشيو سيدي لو كونط ديالنا بايبيت فين كنا درنا ديك المره الاناليز ديال البيتكوين دونك اللي شاف الفيديو راه شافها سينو مزيان دوك الناس ديال الله يحسن العوان الاناليز ديال الله يحسن العوان غنوريهم اميرز فلوغ الناس ديال اميرز فلوغ علاش قادين اوكي فينا هي هنايا ماشي دخل هذا الفيديو هادي اوكي اسيدي دونك كيف ما كتشوفوا درنا السهم هنايا اوكي فوالا اي دار السهم هنا نبي ان غادي يهبط لهاد المنطقه هادي ديال 17000 اي اكزاكتومون داكشي اللي كان دار سي هوم البيتكوين ها هي مازال هنايا احترم داكشي اللي اناليزينا كيف ما بغينا ها هو لو سوبور اللي قلنا غادي يمشي له ديال 19000 ها هو مشى له اي ديال 16000 ها هو قرب له كنوصل ل 17000 دونك الاناليز ديالنا مشات كيف ما هي هذيك الحاجه الوحيده اللي كانت ديفيرونت هنا سيكو حنا كنا بان ديك الساعات في الشكل الهندسي في الاناليز تكنيك بان داك الفلاك ديال المثلث اوكي ساعه هو من بعد شنو دار اخترق فعلا داك المثلث لتحت قص لو سوبور هنايا وعاود طلع لا ريزيستانس غادي نزيدو نكبروها باش تبان لينا مزيان اوكي وزاد عاوتاني درنا فلاك اخرى غير هي هاد الفلاك هادي ريكتانغولار يعني اللي كيجيو فيها لي سوبور ولي ريزيستانس متوازيين وكنت قلت لكم في الفيديو اللي فات قلت لكم راه كاينه اوسي مي مازال ما كملاتش دونك فعلا جا من بعد اي كاسا الفلاك ديالنا حيت عندها نفس التحليل ديال داك الفلاك ديال المثلات وديال ريكتانغل كلهم تيمشيو لتحت كاسيو تيمشيو لتحت انها العصيه ديال الفلاك كتكون من جايه من الفوق لتحت ماشي من التحت للفوق اوكي دونك فعلا هبط دابا بالنسبه للناس اللي كيتسائلوا شنو خصنا نديروا بيني وبينكم انا قلت لكم ديك المره هذه سي اون بوزيسيون داشا مزيانه ولكنني خصنا نعرفوا فين ممكن يزيد يهبط اوكي دونك غادي نحاولوا دونك حنا ديجا في الديلي غادي نحاولوا نشوفوا لي سوبور لي ريزيستانس لي ماشيين دونك عندنا وحده هنايا في هذه المنطقه هذه في 17000 هي اللي قربت لها اوكي نقدروا نطلعوا على هذا الخط هذا هنايا اوكي هذه ديجا قاصه دونك لوجيكمون كان غادي يزيد يهبط غادي يمشي يقرب لهذه المنطقه هذه عاوتاني غادي نحاولوا نقادوها بالسهم ديالنا هنايا اوكي دونك انا نقدروا نتسناو واحد نرسموها اوكي نتسنى واحد الباونس اللي غادي يكون من هنايا ويمشي يقاس ل 19000 عاوتاني بينو بينكم مازال انا كنقول بان غادي يزيد يهبط دونك تنقول بان يقدر يزيد يهبط حتى لو بروشان سوبور اللي كاين في 12000 دولار غادي نتاكدوا واش تما المهم في هذه المنطقه هذه كما تنقول لكم في هذه البلايص ممكن نرسموهم بدي زون باش تكون شويه واضحه كاين هنايا واحد النقطه اوكي دونك هنايا في 14000 كاينه اوسي دونك نرسموها حتى هي الوغ لي هوريزونتال نرسموهم كاملين فوالا دونك غادي تمشي في ما بين 14000 و 12000 كاينه اوسي هنايا ف هادو مناطق صغار 10000 تقريبا 11000 كاين هنايا عاوتاني سوبر اخر في 7800 وكاين اكبرهم هو ديال 4000 الله يسر انا مشيت هبط لتما ما حنا في خير اوكي دونك هادو هما المناطق ديالنا اللي غادي نسينو نشوفو فيهم البيتكوين اوكي كيف قلت لكم انا مازال كنقول بان مازال كاين ان سيناريو دو فونت وما غنتاتش شي حاجه ما غنسري منها بالنسبه لي زون كنقول لكم رسموهم غير باش تكون واضحه لان ماشي بالضروره تيقيس داك الخط بالضبط سي بور سا كنديرو دي زون مي هنايا غادي نخليو الخطط ديالنا راه قلنا لكم النقاط اللي ممكن يمشي لهم دونك سينا بالنسبه للانيز ديال البيتكوين باي بيت ايرن اوكي كنت كنشوف عاوتاني حيت كتعرفوني كنبغي بزاف داكشي ديال ستيكين الانفيستيسمون في الكريبتو ايتترا هنايا كنت كندور في الكوتي باي بيت ايرن هو يبان لي هاد ايبارن باي بيت وقيلا عاد زادوه ما كانش بغيت نكتشفو صراحه اليوم اكتشفت هادشي وبغيت ندير لكم فيديو اوكي دونك غادي نديرو لي زوفر اللي كاينين هما كاينين هاد لي زوفر حاليا دابا هادو
ديال العمله كوين يو اس دي سي ستيبل كوين اي هاد موفز اوكي هادو ما تنعرفهمش بيني وبينكم ديما تنقول لكم اللي باغي يدير ستيكين يشوف لي ستيبل كوين علاش ستيبل كوين لان فيهم مو دو ريسك اي نورمالمون تيبقاو ستاب مع عندهم ما عندهم يطرا لهم ما غاديش يهبطوا ولا يطلعوا ما كيتاثروش بداكشي اللي تيوقع اللي تيوقع البيتكوين اثيريوم ولي توتر كريبتو موني لانهم هما كيتبعوا عمله فيات اللي حقيقيه بحال الدولار بحال الاورو ايتترا باي ذا واي كنظن بان الشركه ديال لوز دي تي تيتر سميتو دارت عمله جديده ستابل هي ديال الباوند سمتها جي بي بي تي اوكي هذيك كنت قريتها في شي بلاصه المهم معلومه بغيت نعطيها لكم الوغ دونك غادي نشوفوا بيان سور في لو كوتي ديال نشوف سوا لو اس دي تي صراحه مزيان باسكو ديجا عندي لو اس دي تي دابا عندي واحد $500 ممكن نغامر بها لو اس دي سي حتى هي نقولوا فيابل ولكن ما عرفتش الا على وديت 1% نخاف لو اس دي تي الصراحه مي بون نتوما تشوفوا ديك الساعات اللي عنده عندي الاضاء عنده البي اس دي ممكن يحطها لان غير تكون غير هولديها ممكن تستعملها مي مو حنا باش نسهلوا الماموريه غنشوفوا لو اس دي تي اوكي فلوس حطوهم ما كنديروا بهم والو اللهم نحطوهم اوكي مي الناس اللي عندهم دي كابيتال صغار شوفوا بعيد شوفوا لك عندكم كابيتال كبير اوكي دونك حنا غادي نشوفوا 60 يوم اوكي نديروا ستيكي ماتنو ونشوفوا شنو غادي تعطينا شنو غادي يقترحوا علينا الو عطونا ان طو ديال 4.25% هذا ما تيكونش ديال النهار هذا تي اي بي واي يعني انوال بيرسنتج ييلد يعني هاد لو طو هذا كيتقسم مثلا على 365 يوم شو شحال غادي تجي ما غادي تجي حاجه قليله مي مثلا الا كانت كنا درنا ديك المره الحساب الا كانت عندك مثلا $20 هي اللي كنت ديك المره مستعمل في اليو اس تي ستيبل كوين ديال لونا خسرنا $20,000 غادي تبقى تجينا تقريبا درنا 5% نقولوا 5% غادي تجي تقريبا واحد $2 $3 في النهار يعني لمده شهر غتبقى تجيك تقريبا واحد $60 لمده 60 يوم هنايا عندنا شهرين غتجي فوالا هما دايرين 130 حنا غتجي 120 هي ديك قربنا اليوم دونك مزيانه انسان حطها يخليها دابا كاين شي ناس اللي مازال ما فاهمينش السيستم ديال ستيكين كيفاش داير غادي نحاول نفسر لكم بواحد الفيديو زوينه وغادي تفهموا كلشي دونك انا عندي نورمالمون 500 في الكونت سبوت ديالي 500 اس دي تي جو بونس اي فوالا عندي 555 تيخصني ندير لها ترانسفير فيغ لو كونت باي بيت ارن راكم عارفين هاد القضيه هادي عاد ديك الساعات ممكن نخدمو بسميتو نخدمو نديرو ستيكين ديالنا دونك دابا غنفسر لكم داكشي افون ما نوريكم شنو لي زوفر اللي كاينين غادي نحاول نفسر لكم شنو هو ستيكين فواحد الفيديو زويونه بالنسبه للناس اللي ما عارفيناش وعاد دخلوا عندنا لاشين باش يفهموا كلشي اوكي دابا غادي نشوفوا كيفاش يخدم فليكسيبل ستيكين سميتو عامه اولا في المنصه ديال بايبيت اكزاكتومون فليكسيبل ستيكين حاجه سهله راه بحال اللي كتخبي الفلوس في البنك ديالك وتيكون عندك واحد لو روندمون صغير ديال 3-4% 2% في العام على حساب الكونتراي ديال مع البنكه اللي تيرجعوا لك على حساب الكابيتال اللي كتحط ليهم تعتبر من احسن الطرق باش تكبر البورتفوليو ديالك بلا ما تريدي ما كدير حتى شي حاجه ولو ريسك ديالو قليل بزاف وكيتسمى هاد النوع ديال الارباح باسيف انكم هو دابا كريبتو ستيكين الكريبتو ستيكين هو واحد البروسيس اللي كتسلف فيه الفلوس اولا كتبلوكي الفلوس اللي هما كريبتو موني باش كتعاون البروسيس اولا كتدعم فيه البروسيس ديال النيتورك ديال البلوك تشين المقابل ملي كدير هاد العمليه هادي كتربح واحد لي زانتيري اولا كومباوند انتريست ريورد على هاد العمليه اللي كدير معهم بالنسبه للناس اللي تيقلبوا على احسن ليطو احسن لي ييلدز اللي كاينين في كاع لي بلاتفورم ديال الكريبتو ما غيلقاو الصراحه ما احسن من البلاتفورم ديال بايبيت لان فيها لي ييلدز اللي زي بي واي عاليين كاع احسن من باينانس احسن بزاف ديال لي بلاتفورم اللي معروفين اكثر ولو ريسك قليل بزاف يعني تيحميوك و لي زي بي واي ديالهم تيكونوا ستيبل ولو ريسك بيان سور تيكون طايح بزاف بالنسبه لداكشي اللي كتربح راه كيمشي ديريكتومون لو كونت ديالك باي فاي اوكي وهذاك الشيء اللي كتربح او داك الشيء اللي راك مبلوكي ممكن تانستيكيه فوق ما بغيتي يعني ماشي خاصك تبقى مبلوكي واحد المده ضروريه وما تقدرش تخرجو هذا هو الحاجه الزوينه فيها بزاف هذا ما كان بالنسبه لهذا الفيديو القرار بين يديكم التحليل درناه كاع داك الشيء اللي كندير وريتو لكم نتوما اللي غتاخذوا القرار تشوفوا ان شاء الله في الفيديو الماجي باي ذا واي الفيديو الماجي غتكون اول درس في لا فورماسيون ديال التريدينغ اللي غادي نبداو كونوا حاضرين كاملين كنشكركم بزاف على الدعم والتفاعل ديالكم كيف ما كان وشحال ما كان ما تنساوش تبعوني في انستغرام لايكي وكومونتي وداك الشيء كامل نشوفوا الفيديو الجاي إن شاء الله تشاو